طيب نطمن مشاهدينا على الحاله الجويه من خلال دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، معنا تليفونيا. بصبح عليك يا دكتور منار واهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك استاذ هشام، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا اهلا وسهلا، منوره الدنيا كلها يا دكتور منار، ونحب نتعرف من حضرتك النهارده على طبيعه الاحوال الجويه. يمكن طبعا احنا مكملين في ارتفاع قيم درجات الحراره اللي بنشهده من نهاية الأسبوع اللي فات، ارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، يمكن تحديدا اليوم بحوالي 5 لـ6 درجات. لأن العظمى بالفعل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 25 و26 درجة مئوية خلال فترة النهار، ده أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 6 درجات، أعلى من المفروض نكون عليه في الوقت ده من السنة، ويمكن ده موجود في معظم محافظات الجمهورية. كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس تدريجية هنحس بيها خلال فترة النهار، ده حتى المحافظات الساحلية دكتور منار؟ حتى المحافظات الساحلية العظمى عليها النهاردة هتوصل ل 25 و26 درجة مئوية، اللي هي اسكندرية ومطروح فيها ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، لأن الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية صحراوية، فالكتل الهوائية الصحراوية دي بتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها خلال فترة النهار، وبتأثر على أغلب المحافظات. يمكن الأجواء دافية بشكل كبير خلال فترة النهار في المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، طبعا المناطق الجنوبية بتبقى أسخن أكتر أو ارتفاع درجة الحرارة فيها بيبقى أعلى، فبتبقى أجواءها مائلة للحرارة، وده هيكون تحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمس. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده هيكون محسوس اكتر فترات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء ما بين البارده الى شديده البروده، وخاصه في محافظات الصعيد، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير هنلاقي فرق درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز ال 15 درجه مئويه، لان فترات الليل هنلاقي قيم درجات حراره ما بين 9 وال 10 درجه مئويه، ممكن توصل في بعض الاماكن ل 12 درجه مئويه، فنلاقي فرق بين النهار والليل كبير جدا، فلازم ناخد بالنا من فرق درجات الحراره. كمان اليوم هيكون في نشاط للرياح في السواحل الشماليه الغربيه للبلاد اللي هي مطروح والاسكندريه، نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاسلحه في الاماكن دي على الاماكن المكشوفه، بالاضافه كمان فرص امطار اليوم هتكون فرص امطار خفيفه على اقصى غرب البلاد، لكن متوقع من بكره الاثنين ان شاء الله تبدا التوزيعات الضغطيه تختلف تماما، يكون في منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا، فهيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 5 لـ6 درجات ايضا. كده يعني نرجع للمعدل الطبيعي مره ثانيه بقى يا دكتور منار. هي تدريجيا هنرجع للمعدل الطبيعي، لان المعدلات الطبيعيه ما بين 19 20 درجه مئويه، بكره الاثنين ان شاء الله العظمى على القاهره الكبرى هتكون 21 درجه مئويه. هيصاحب انخفاض قيم درجات الحراره نشاط للرياح يخلينا نحس بالبروده او خلينا نحس بالاجواء الشتويه، نشاط الرياح كمان هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج يتجاوز 3.5 متر، وايضا العنصر الثالث كمان اللي هيبدا معانا بشكل ملحوظ من بكره الامطار، بكره ان شاء الله هيكون في امطار متفاوته الشده على المحافظات الساحليه، يليها طبعا في كميات الامطار المحافظات الداخليه امطار متوسطه تغزر احيانا على السواحل الشماليه، تمتد خفيفه المتوسطه للمحافظات الداخليه، وقد تصل لمناطق كمان من القاهره الكبرى. الحاله الجويه دي هتبدا معانا الاثنين الثلاث الاربع، هيكمل معانا انخفاض قيم درجات الحراره لحد بدايه الاسبوع اللي جاي، لكن كميات الامطار طبعا هتختلف من يوم للتاني، فاحنا عندنا كده اجواء شتويه بامتياز ان شاء الله نحس بيها بشكل تدريجي من بكره والثلاث والاربع، فلازم ناخد بالنا، لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، نعرف الظواهر الجويه اللي هتاثر علينا، نعرف التوزيعات الضغطيه فيها ايه وكميات الامطار عامله ازاي. مهم كمان المحافظات الساحليه اثناء سقوط الامطار لازم نبتعد عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح العناصر المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، الملابس الشتويه الثقيله، فترات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر، لان الناس كلها انخدعت بالدفء اللي احنا عايشينه خلال هذه الايام، وبدات تغير نوعيه الملابس، ناكد على الملابس الشتويه مره اخرى خلال الايام اللي جايه. نعم. أنا بشكرك جدا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كنت معنا تليفونياً.